صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملك والأمير، القناة التي تعشق وتراب بكل مشتركيها ومحبيها. كل الشكر وكل الفضل ليكم على كل ما يجي من ناحيتكم. النهاردة السبت 8 أكتوبر 2022 و28 من شهر توت 1739. اليوم 28 من الشهر المبارك، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخواتي آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسان أبادير وإيراني وإيرائي أخته، ولد وسرديس وزير أنطاكيا، وقد كان أبادير في مركز أبيه اسمه إسفهسار، وكان له مخدع يصلي فيه، فظهر له السيد المسيح في نصف الليل وقال له: قم أخذ أختك إيرائي وامضي إلى مصر لتنال إكليل الشهادة، وسأرشد إنسانا اسمه سموئيل يهتم بجسدكما ويكفنكما. وأعطاه السلام وصعد إلى السماء، وظهرت نفس الرؤيا أيضا لأخته وقيل لها: اسمعي لأخيك ولا تخالفي أمره. فلما استيقظت ارتعدت وجاءت إلى أخيها وقصت عليه الرؤيا مقررة أنها لا تخالفه، فتحالف على أن يسفك دمهم على اسم السيد المسيح. ولما علمت والدته بذلك شقت ثيابها هي وجواريها، وأتينا القديس أباتير، ولم تزل والدته تستحق وتستحلفه أن لا يفعل شيئا، فوعد أن لا يتقدم إلى دقلديانس من أجل الشهادة. فطاب قلبها غير عالمة بعزمه على المضي إلى مكان آخر يستشهد فيه، وكان كل ليل يغير ثيابه ويخرج متنكرا ويقدم الماء للمعتقلين الليل كله، وأمر البواب أن لا يعلم أحدا. وبعد ذكرى رأى رؤيا بتذكره بالسفر يعني، فأخذ أخته وأتى إلى الإسكندرية، ثم خرج من الإسكندرية وأتي إلى مصر، فوجد القديس أباكر أجون فعرفهما وباركهما. ومن هناك جاءوا إلى تموية ودخل الكنيسة وصلي، ثم ذهب إلى الأشمونيين واجتمع بالشماس وسموئيل، وفي الغد مضي معهما إلى أنصنة واعترف بالمسيح أمام أريانوس الوالي، فعذبهما عذابا شديدا. وفي أثناء ذلك كان القديس أبازير يطلب من المسيح أن يقوي إيمانه وإيمان أخته إيرائي، وأخذ الرب نفسيهما وصعد بها إلى أورشليم السمائية، فرأي تلك المراتب السامية والمساكن النارية، ثم عادهما إلى جسديهما. أما الوالي فقد أصر أن يعرفهما، فاستحلفوا بالله أن يعرفوا اسمه ومن هو، فأجابوا القديس: أتعهد لي أنك لا ترجع عما عزمت عليه؟ ولما تعهد قال له: أنا أبادير الإسف سرار. فصرخ الوالي قال: لا يا سيدي، كيف لم تعلمني انك سيدي حتى لا اعذبك بهذا العذاب؟ فاجاب القديس: لا تخف، فانك ستنال وانت ايضا اكليل الشهاده، لان الملك سوف يطلبني فلا يجدني ويسمع انك قتلتني، فياخذك ويقتلك وتموت مثلي على اسم المسيح، فاسرع بالقضاء علينا. فكتب الوالي قضيته وقطعوا راسيهما، فلف بعض المؤمنين جسديهما في ثياب فاخره، وأخذهما سموئيل الشماسة إلى منزله المبارك حتى انقضاء زمان الجهاد، حيث بنيت لهم بيعة عظيمة شفاعتهم تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم أبديا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا يحيى القديسة أفروستيا، صلواتها تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم أمين. ده بالنسبة للسنكسار. طيب، في عندنا أخبار كتيرة وأخبار رائعة دايما. بعد كده كالمعتاد من إنجيل معلمنا بولس الرسول إلى أفلسوس، بركاته علينا أمين. الإصحاح الثالث: بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها المؤمنون أو أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه، حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا ذرياتي بسر المسيح الذي في أجيال آخر لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن الرسل القديسين وأنبياء بالروح أن الأمم شركاءهم في الميراث والجسد ونوال ما وعدوا فيه المسيح بالإنجيل
الذي سرت أنا خادما له حسب موهبته، حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي، حسب فعل قوته لي أن أصغر جميع القديسين. أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السير المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماوات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمان وعن ثقة. لذلك أطلب أن لا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم، بسبب هذا أحني رغبتي لكلدة أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله، والقادر أن يفعل كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال الدهر الدهور. آمين. ومن أخبارنا التي قد تكون مؤلمة شديدة وتكون قد أحزنتنا وأبكيتنا جميعا، وهو حزن تام وحزن عام وحزن خاص يملأ الكنيسة بسبب هذا الحادث الأليم، حادث أبكينا جميعا، وفاة مار وميلاد وطفلتهما في حادث أليم بطريق أسيوط الزراعي، والحزن يخيم على رواد التواصل الاجتماعي. اعطي يا رب زوجها تعزية وصبر. خيم الحزن على رواد الموقع التواصل الاجتماعي لوفاة أم شابة وابنتها، وتداول رواد فيسبوك منشور كتبه حساب باسم مارتين بطرس، وجاء بنص ببالغ الحزن والأسى وبقلب متألم: أنا على وفاة أختنا الغالية مار وميلاد وابنتها، سائلين الله أن يعطي زوجها أمينة تعزية وصبر وتحمل. الموقف صعب جدا. ربنا يصبر قلبك يا حبيبي، ربنا يصبر قلبك يا حبيبي ويعزيك. وسؤال الحساب عن سبب الوفاة أجاب مارتين: حادث أليم طريق أسيوط الزراعي. مقاتل يوسف أمير حنا ضحى بحياته وهو يتصدى للإرهاب. أشاد إبرام راجل الباحث في التاريخ الكنسي ومالكه صفحات تاريخ الأقباط المنسي عبر الفيسبوك بتضحيات الشهيد يوسف أمير حنا وهو يحمي الوطن. وكتب الراجل إن هذا البطل استشهد في عملية ضد الإرهاب على أرض سيناء بقذيفة طارو هاون في عام 2016 من حصة مليح شبين كوب، أرسل صديقه مكاريوس عبد السيد. فيديو الإخوان الإرهابي بهجة صابر يتلقى صفعة جديدة من قبل مصر.